السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شباب بلات، رجع لكم في فيديو جديد. وهذا الفيديو هو كيفية تكوين تأثير صورة الـ 3D بالفوتوشوب. طبعا درسنا هذا اليوم راح يكون سهل وبسيط. اللي راح نسوي طبعا بعد ما ندخل الفوتوشوب ندخل الصورة، ولازم تكون الصورة أسود وأبيض. طبعا الخطوة الثانية نضغط على كنترول وجي مرتين، نجي على هذا اللير نضغط دبل كليك، بعدها نشيل الصح من هاي نضغط على اوكي، نجي على هذا اللير نضغط دبل كليك ايضا ونشيل الصح من حرف الار نضغط اوكي. الخطوة التالية ايش راح نسوي؟ نحدد هذا اللير او هذا اللير بكيفكم، ونحرك بالاتجاه يمنى او يسرى مثل ما تلاحظون شو صارت عندنا الصورة. طبعا لحد الان احنا انتهينا هذا اللي درسناه. لا تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي اذا كنت ما مشترك.